احتفلت النجمة شريهان بعيد ميلادها 52 في حفل عائلي، وشكرت شريهان جمهورها اللي احتفل معاها وهنها على السوشيال ميديا. وقريب جدا كمان هترجع شريهان لجمهورها من خلال عمل فني ضخم جدا هتتعاون فيه مع شركة العدل جروب للإنتاج السينمائي. بنتمنى ان شريهان تبدأ فعلا في تصوير العمل الفني اللي هترجع بيه لجمهورها، وما تأجلوش زي ما أجلت مسلسل دموع سندريلا، واحنا طبعا في انتظار رجوع قوي جدا لجمهورها.